هذا وجدد الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلنسكي مطالبه المجتمع الدولي بتوفير المزيد من الاسلحه لاوكرانيا لتحرير بعض المناطق من بينها شبه جزيره القرم واكد الرئيس الاوكراني ان الاتحاد الروسي لديه فرصه للانسحاب طوعا من جميع اراضي اوكرانيا التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 2014 في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية البريطانية جيمس كلافرلي أن المملكة المتحدة ستقدم لأوكرانيا أكثر من 200 مدرعة ومدفعية ثقيلة إضافة لدبابات تشالنجر